السلام عليكم واهلا بكم معنا امتحان محافظة الغردقة على منهج الصف الرابع الابتدائي كونكت 4 2023. ان شاء الله المحافظات اللي هتمتحن وتنزل الامتحانات على طول هنحل معاكم الامتحانات كتدريب ليكم، عشان في بعض المحافظات طبعا لسه ما امتحنتش او معظم المحافظات لسه ما امتحنتش. طب نبدأ مع بعض. السؤال الاول، listen and write T true or F false، يعني استمع واكتب T لو الجملة صحيحة or F لو الجملة خطأ. هنا جاب لي أربع جمل، أكتب T لو أنا سمعت نص الاستماع ولقيت الجملة مطابقة لنص الاستماع، أو F لو الجملة مختلفة. طب تعالى نقرأ الأول زي ما اتعودنا، وقلنا الأفضل نقرأ الأول الجمل قبل ما المستر يجي عشان أعمل خلفية، وخاصة لو الموضوع اللي جه في نص الاستماع أنا كنت دارسه فهعرف أحل. طب تعالى نشوف كده، هعرف احل طبعا قبل ما اسمع نص الاستماع. The river Nile is very short، نهر النيل قصير جدا. لا طبعا false من غير نص الاستماع. طبعا هو في نص الاستماع او في الدرس اللي احنا خدناه قلنا The river Nile is very long. Fishermen الصيادون catch fish from the Nile، بيصطادوا السمك من النيل. طبعا true. We grow many plants، بنزرع الكثير من النباتات. Beside the Nile، بجوار نهر النيل. ايوه true. There are no fish in the Nile، لا يوجد أي من السمك في النيل. طبعا فرص. يبقى أنا قبل حتى ما أسمع نص الاستماع الموضوع ده خدته فأقدر أحله. طب نسمع مع بعض نص الاستماع ونتأكد كمان من إجابتنا. فأنت لو جالك نص أنت عارفه حل الأول النقط دي بالرصاص لغاية ما تسمع نص الاستماع لو أنت عندك خلفية عن النص، وبعد كده خليها طبعا من الجاف. بيقول لي The river Nile is very important in Egypt، The river Nile is very long، طبعا قال لي شورت يبقى كده تمام. Fishermen catch fish from the Nile River، تمام يبقى ترو، بيصطادوا السمك. We grow many plants beside the Nile، جميل. There are a lot of fish in the Nile، هنا قال لي no fish، وفي نص الاستماع قال لي الكثير من السمك بتكون موجودة في النيل، يبقى احنا كده اتأكدنا من إجابتنا تمام. طب السؤال الثاني، read and complete، يعني اقرأ وأكمل the text النص with the words in the books، بالكلمات دي. animals يعني حيوانات، طيب desert صحراء، طب carry يعني يحمل، water ماء. طبعا carry ليها معاني كتير. my name is Sarah، اسمي سارة. I like camels، أحب الجمال. they live in the desert، أكيد بيعيشوا في الصحراء. خدنا desert. there are أو they are perfect for the desert، هم مثاليين للصحراء. They are strong animals، أكيد حيوانات قوية. strong هنا صفة بتصف الحيوانات. They can live a long time، بيعيشوا مدة إيه طويلة. Without إيه؟ Without water، بدون ماء. They have large flat feet، هنا في كلمة ناقصة، بيتكلم على أرجلهم. help them بتساعدهم to walk on the sand، عشان يمشوا على ايه؟ الرمال، يمشوا على ايه؟ الرمال. السؤال الثالث توصيل، read and match A with B. بيقول we chew food، بنمضغ الطعام. with our teeth، بأسنان. I like grapes، أنا بحب العنب. أنا بحب ايه؟ العنب. but I don't like bananas، بس أنا ما بحبش الموز. farmers الفلاحون. raise chickens بيربوا الدجاج. a fox يعني الثعلب. is an animal حيوان. يا ممكن هي برضو نحله، رقم واحد عملناها بسي اللي هي we chew food with our teeth. I like grapes انا بحب العنب. but I don't like bananas توب دي. farmers الفلاحون، الفلاحون raise chickens يبقى 3B. و a fox is an animal يعني الثعلب ده بيكون من الحيوانات. السؤال الرابع، قطع عليها مجموعة من الأسئلة. في طريقتين، أقرأ القطع وترجمها وأبدأ أحل الأسئلة، أو أروح الأول على الأسئلة أحاول أقرأ الأسئلة بتركيز أفهم معناها وترجمها، وبعد كده أروح للقطع وأبدأ أحل. عايز تبدأ بالأسئلة أوكي والترجمة، عايز تبدأ بالقطع الأول، أهم حاجة تتأكد من إجاباتك وما تحلش بسرعة وتركز. read the text يعني اقرأ النص and answer the questions، وأجب عن الأسئلة.
All the jobs are important. كل الوظائف مهمة. There are many workers. يوجد الكثير من العمال. In our community. في مجتمعنا. To help us. لكي يساعدونا. أميل كارير. ساعي البريد. Delivers your letters. بيسلم خطاباتك. And packages. وطرودك. A builder. يعني عامل البناء. Makes the walls strong and safe. بيجعل الحوائط أقوى وأكثر أمانا. An electrician. الكهربائي. Connects the electricity. بيوصل الكهرباء. So you can use lights. تستطيع أن تستخدم الأضواء. Watch TV. وتشاهد التلفاز. Or do your homework. أو تقوم بعمل الواجب. On a computer. على الكمبيوتر. A garbage collector. يعني جامع القمامة. Takes away all the garbage. بياخد القمامة بعيدا. أو بيرمي القمامة. رقم واحد. أنوات. Makes the walls strong and safe. طبعا builder عامل البناء. An electrician. نقط the electricity. Connects. بيوصل الكهرباء. Who takes away the garbage. مين اللي بيرمي القمامة. هقول ايه. A garbage collector. A garbage collector. Takes away all the garbage. What does Amir Karir do? ماذا يفعل ساعي البريد؟ He delivers. هو بيسلم. Your letters and packages. السؤال الخامس رتب. Reorder the words. رتب الكلمات. To make correct sentences عشان تكون جمل صحيحة. Where يبقى where do you live؟ أين تعيش؟ We breathe through our nose. نتنفس من خلال أنفنا. The hospital is next to the school. The hospital, المستشفى, is next to a the school. السؤال السادس. Punctuate the following. أعد ترقيم الجملة الآتية. I لازم الـ I capital. I like playing football. في نهاية الجملة فول ستوب. عرفنا ازاي ان هي فول ستوب؟ عشان بدأ بضمير وده اي بدأ الجملة باسمه او ضمير يبقى جملة عادية. السؤال السابع. Write a paragraph of 18 words. اكتب فقرة من 18 كلمة. Using the following guiding elements. باستخدام العناصر الاتية. My home هنا بمعنى بيتي. Family عائلة. Rooms حجرات. هكتب العنوان في نص السطر. My home. عايز family. هكتب جملة أقول أسيب مسافة في أول سطر. I love my family. أنا بحب عيلتي. We live. نحن نعيش. نحن دي عايدة على أنا وعيلتي. At a big home. في بيت كبير. There are. يوجد. أبدأ أقول مثلا two bedrooms. حجرتين نوم. There are two bathrooms. في حمامين. I love. أنا أحب my bedroom. أوضة نومي. I can sleep. أنا أستطيع أن أنام. And rest. وأستريح. إنت وأكتب بقى عايز تزود زود. الكيتشن مثلا بنعمل فيه كوكينج فود. هنا في الموضوع محتاج 18 كلمة. فممكن نكمل وممكن كده كفاية. لو عدينا الكلمات هتلاقي أول 3 ستور معدين ال 18 كلمة.
عايز يزود مفيش مشكلة. وبكده يبقى حلينا امتحان محافظة الغردقة 2023. ان شاء الله لو في امتحانات نزلت هنحلها مع بعض، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.